بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولهم شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الحديث 95، حديث جواز أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا كان شحيحا، يعني بغير إذنه إذا كان شحيحا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ظاهره، يعني ظاهر الحديث، أخذ الحق من مال صاحبه وإن كان عنه غائبا إذا لم يعطيه. يعني لو أنت لك حق في مال عند إنسان، وهذا الإنسان لا يعطيك هذا الحق، فهل لك أن تأخذه وهو غائب بغير إذنه بقدر حقك أم لا؟ أم هذا خاص بالزوجة دون سائر الناس؟ فهمت إزاي؟ ولا الزوجة لها حق في مال زوجها لأنه يجب أن ينفق عليه، ويجب علي أن ينفق على أبنائها منه يعني، فإن لم يعطيها هل لها أن تأخذ دون إذنه بقدر ما يكفيها؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك بالنسبة للزوجة، فهل يقاس عليه غير الزوجة؟ يعني مثلا أنا أخذت منك 1000 جنيه مثلا على أنهم سلف، وإني أردهم إليك بعد شهر، فمر شهر وشهرين وثلاثة، وإيه وكعادة هذا العصر إن اللي بيستلف ما بيردش، واخد بالك؟ فأنت في يوم من الأيام جيت زرتني كويس، فدخلت المكتب بتاعي، فأنا قلت لك عن إذنك هتوضى لحظة، فدخلت أتوضى وأنت بصيت على المكتب لقيت رزمة فلوس، وانت عارف ان انا بمطلق بقالك مدة طالبني واعتذر لك، الارتباطات كتيرة ومعلش ومفيش سيولة واديني فرصة تاني مثال، وقاعد بمطلق ومطل الغني ظلم الحديث كده، فانا دخلت اتوضى وانت قاعد على المكتب جاي ايه بتفكرني بمماطلتي، فهمت بقى ازاي؟ فبصيت كده على المكتب وانا داخل متوضي لقيت رزمة فلوس، فهل لك أن تأخذ من هذه الرزمة 1000 جنيه تحطهم في جيبك وما تقوليش وتنك بعد كده بمطلع أنا أقول تقولي جزاك الله السلام عليكم متشكرين ما تفتحش أي موضوع، وبعد ما تروح تتصل بيا تقولي إيه أنا خذت الفلوس خلاص من الفلوس اللي على المكتب ومتشكر قوي، أو حتى ما تقوليش، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ الشافعي يجيز، مذهب الشافعي يجيز، ومذهب الإمام مالك يجيزه إذا كان من نفس جنس المال، يعني أنا بديك
خدت منك 1000 جنيه مصري وانت لقيت جنيهات مصري ما لقيتش دولارات، يبقى ما ينفعش تاخده من الدولارات، تاخد بالجنيه المصري. لكن لو لقيت دولارات ما تاخدش. واخد بالك؟ لقيت موبايل قيمته 1000 جنيه ما تاخدوش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى مالك كده. فمش الشافعي قال لك لا، تاخده من اي جنس مال بقدر حقك. من اي جنس مال بقدر حقك. والامام مالك قال ايه؟ يجوز ان تاخذ بقدر مالك ان كان من جنس مالك، اما ان غير جنس مالك فاللي يعطي لك اياه الحاكم بقى، ترفع عليه قضيه. واخد بالك؟ ويبقى الحاكم هو اللي يمكنه. فهمت المساله؟ ففيها مساله. لكن ما اختلفوش في الزوجه. لم يختلفوا في ايه؟ في الزوجه. اختلفوا في غير الزوجه. فهمت بقى المساله؟ فاحنا هنشوف كده ايه، كيف ان الشيخ عرض هذا الموضوع يعني. منها أن الأئمة اختلفوا هل هذا على العموم يعني الزوجة وغيرها، وإن اختلف أنواع المال وخالف نوع مال الطالب نوع مال المطلوب أو لا يكون ذلك إلا إذا كان المالان من نوع واحد متماثلين على قولين، على قولان على مذهبين. مثال ذلك أن يكون لك عند أحد دراهم فيمتنع من إعطائها إياك فتلقى من ماله بظهر غيب منه مالا، هل تأخذ من ذلك المال الذي لقيته لغريمك ما منع أن يعطيكه وهو غائب لا يعرف بذلك؟ فإن كان ما لقيته دراهم مثل دراهمك في الصفة فلك أن تأخذ منها قدر مالك بلا زيادة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف، فعممه الزوجة وغير الزوجة. والمعروف هو عدم الزيادة في الحقوق، وإن كان ما لقيته خلاف الدراهم ذهبا أو عروضا أو طعاما. فمذهب الشافعي تأخذ قدر مالك عنده بالمعروف، ومذهب مالك لا تأخذ منه شيئا، لأنه إذا أخذت خلاف مالك هو بيع من البيوع. يعني لو خدت خلاف مالك كأن ده بيع. يعني عنده موبايل قيمته 1000 جنيه لقيته على المكتب وانا جاي اطالبه بالألف جنيه. فهمت بقى ازاي؟ هل ان انا ممكن اخد الموبايل ده كانه بالظبط باع لي الموبايل بألف جنيه؟ فده نوع من البيوع. طب وهل يجوز ان يتم عقد البيع وطرف الطرف البائع لم يوكلني في البيع ام لا؟ فالامام مالك قال ده نوع من البيوع ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يفتقر الى وكاله. البيع يفتقد الى وكاله، لان بيع الفضولي لا يتم. بيع الفضولي يعني ايه؟ يعني واحد يبيع لك مالك من غير اذنك. طيب يسموه بيع الفضولي، هل يتم؟ يعني اديت عربيتك لواحد صاحبك يروح بيها مشوار، يجي لك بعد المشوار يقول لك انا بعت لك العربيه ب 50,000 جنيه ولا ب 60,000 جنيه، انت توافق؟ طيب تبقى ازاي؟ ده بيع الفضولي لا يتم. عند الاحناف بيع الفضولي يتم اذا اجازه ايه؟ صح. المالك، حتى ولو لم يكن سابق وكاله، يعني موقوف على اجازه المالك. عند الشافعيه قال لك لا يتم اصلا، لانه ما فيش وكاله، وكذا المالكيه. والاحناف قالوا موقوف على اجازه المالك، فان اجازه تم وان لم يجزه لا يتم. فهمت؟ فعلشان كده الامام مالك قال لك لو كان حاجه من جنس غير جنس مالك وخدت قدر مالك ده اصبح ده كانه بيع من البيوع. فهمت بقى ازاي؟ والبيع يفتقر الى وكاله، وليس لك وكاله بما تتصرف في بيع مال الغير. فظاهر الحديث منفردا، ظاهر الحديث لوحده منفرد كده الحجه فيه للشافعي، لان ما حددش جنس المال ولا نوع المال ولا. فهمت ازاي؟ وجمع الحديث الى القول بسد الذريعه، سد الذريعه انك انت تتحرى الحلال، مع ما جاء في البيوع وشروطها يقتضي مذهب إليه مالك. يبقى مذهب الإمام مالك أحوط ومذهب الإمام الشافعي إيه؟ أفقه. فهمت بقى إزاي؟ يبقى مذهب الإمام مالك أورع ومذهب الإمام الشافعي إيه؟ من حيث الفهم صحيح، لكن مش من حيث الورع. فهمت إزاي؟ إلا أنه إن كان ما يمنع مالك من أجله هو عدم الوكالة، إلا أنه إن كان ما يمنع مالك من أجله هو عدم الوكالة الذي بها يتم البيع. وقد رأيت فتوى لبعض المالكية، هو بيقول إنه رأى فتوى لبعض الشيخ أبي جمرة نفسه
يقول رأيت فتوى لبعض الملكي، أبو جمرة نفسه ملكي وكان معتبرا في وقته، يعني هي موصوف في علمه، ونقلها قوله من المذهب، معناها أنه أعني صاحب الحق يقوم مقام الحاج ويوكل غيره من يبيع من ذلك المال بالسداد بقدر ماله ويأخذ ماله طيبا حلالا. يعني يقول أن في قول مذكور أن صاحب المال أصبح كالحاكم، أصبح كالحاكم، والحاكم له أن يوكل من شاء بأداء الحقوق الضائعة من الظالم إلى المظلوم. فكأن الشرع وكلك أن تأخذ حقك بإيه؟ بالنيابة عن الظالم. ففي وكالة إيه عامة يعني كأنها. فإن صح القول عن الإمام فلا بحث، ويبقى على القول ده يبقى يشمل إيه الشافعي. فإن صح القول عن الإمام، يعني إن الكلام ده منسوب للإمام مالك، يبقى خلاص لا بحث، يبقى ده مذهب المالكية أجاز كالشافعي. وإلا فالبحث يعطي أنه لا فرق بين إن أنزل نفسه منزلة صاحب المال فيتصرف بالمعروف أو ينزل نفسه منزلة الحاكم، فإن في كل واحد من الوجهين يحتاج إلى إذن من هو نائب عنه. قال إن هنا مفيش فرق. طب ما أنت برضو لما بتنزل نفسك إنك أنت صاحب المال بتنزل نفسك إيه منزلة الحاكم فتتصرف، واخد بالك إزاي؟ أو بتنزل نفسك منزلة صاحب المال فبتتصرف لأنه ده مالك، أو بتنزل منزلة الحاكم فتتصرف بنيابك عن الحاكم فبتبيع، فده محتاج إذن ولا محتاج إذن؟ فالوجين محتاج إذن. إيه بقى إزاي؟ وكلاهما متعذر، فالحكم متعذر أيضا. وفيه دليل على أن الأم هي المتصرفة في معاش أولادها، يعني الأم هي المتصرفة، الأب يديها المال والأم هي اللي تصرف المال، مش الأب هو اللي يصرف المال. فهمت ازاي؟ ده دليل. يعني الأب يدي الأم مصاريف المعيشة، الأم بقى تاخد جزء منها تجيب لهم أكل، وجزء منها تجيب لهم كسوة، وجزء منهم تجيب لهم علاج. ما فيش داعي بقى إن هو إيه يسأل عن معاهد. أنت قريت حديث أم زرع، صفات الزوج الطيب إيه؟ ألا يسأل عن معاهد. يعني يديها المصروف وما يقعدش يحاسبها بقى محاسبة الملاكين، عشان يديها نوع من حرية التصرف، وإلا هيبقى راجل غلس، التعامل معاه صعب. فاهم؟ وهتبقى حاملة هم إيه التصرف المناسب في الوقت المناسب، لأنها خايفة من لوم الزوج، فمن شدة خوفها من لوم الزوج أحيانا تسيء حتى التصرف. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لازم يديها نوع من الحرية، يديها المال ويديها نوع من الحرية، وكمان مع الحرية دي لا يسألها حساب الملاكين. فهمت ازاي؟ يسيبها خلاص، اداها المبلغ، وبعدين بعد كده عارف ان الحياة غالية، جال بعد اسبوع قالت له الفلوس خلصت، ولا ما يقولهاش بقى خلصت فين، وديها وانت مسرفة وانت مجرمة وديها حاسبيني، زي ما بيعمل بعض الازواج كده، ما يجيش، مش من حسن العشرة. فهمت ازاي؟ لكن ايه؟ يديها تاني، خليك انت بحر وخليها هي جسر. فهمت ازاي؟ كانت جدتنا تقول كده، تقول الراجل بحر وزوجته جسر، يعني تحافظ على ايه؟ على المال بتاعه عشان ما يسحش، لكن هو بحر يدي لا يسأل عن معاهد، دي ميزة الرجل. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي يبقى مسؤولية المرأة أن تحسن التصرف في المال بقى، ما تسيبش التصرف، لأن ربنا هيسألها برضه لو كانت مسرفة ولو كانت سيئة، ما تستغلش بقى حق الشرع إنها تسيء استخدام حق الشرع. فهمت إزاي؟ عليها برضه إنها تبقى مدبرة وتبقى، وعلشان كده قالوا إن الشح في المرأة صفة محمودة، والكرم في الرجل صفة محمودة. فهمت إزاي؟ والشح في الرجل صفة مذمومة. يعني الرجل الشحيح صفته مذمومة، لكن المرأة الشحيحة نقول عليها مدبرة. ما نقولش عليها شحيحة، نقول ست مدبرة، عاقلة. لكن لو الراجل مدبر زيادة عن اللزوم نقول عليه ده شحيح، ده بخيل. فهمت بقى ازاي؟ فلازم نعرف الفرق بين ايه؟ بين واجبات الرجل وواجبات المرأة، وان الشرع اداك حقوق هيسألك عنها برضه. لما ادى للمرأة حق التصرف في مال الزوج في النفقة على الأولاد، عليها أن تحسن التصرف. فهمت ازاي؟ حتى لا تسلب هذا الحق، لان لو كانت سفيها بعد شويه الزوج هيمنعها التصرف، ولا انا اللي حصل، انت خليكي بالبيت، اما تعوزي حاجه بس اكتبيها لي في ورقه وانا هجيبها لك، ويبقى مسكين بقى طول النهار يروح الشغل ويلف على الاسواق.
ويشتري الخضار وبقى يعني هيبقى شغل صعب يعني، فهمت ازاي؟ يبقى في دليل على ان الام هي المتصرفه في معاش اولادها، وفي بعض الزوجات بقى يديها المصاريف وتطلع واعيه كل شويه تروح ايه محوشه شويه محوشه شويه، وهو مش داريان فاهم ان كل اتصرف يوم يجوا في ازمه ضائقه يقول ده احنا محتاجين فلوس احنا وضعيفه، تروح نطلع له كذا الف جنيه هي محوشاهم، تبقى زوجه بقى مدبره واعيه جميله يفرح بيها، فهمت ازاي؟ فيقوم ايه ساعتها يعني ايه يديها ما يسالش لانه عارف انه بيدي واحده مدبره واعيه، فهمت؟ وفي دليل على ان الام هي المتصرفه في معاش اولادها يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم خذي انت وبنيك ما يكفيك بالمعروف، يعني هو هي اللي هتحدد الكفايه وهي اللي هتحدد المعروف، فهمت ازاي؟ المعروف يعني ايه؟ المعروف عرفا كان مشروط شرطا، يعني الناس متعودين ياكلوا ثلاث وجبات في مصر مثلا، منهم وجبه فيها طبيخ ولحم، ده العرف كده، عرف المصريين كده، وان كان اتغير بسبب الغلاء، اصبحت اللحمه مره يمكن في الاسبوع في بعض البيوت، يمكن مره في الشهر، ومره من العيد للعيد، ومره تيجي تقول لواحد لحمه يقول لك يعني ايه لحمه؟ كل ده وارد، واخد بالك ازاي؟ ما يجراش حاجه. لكن العرف العام العام ان لازم ايه البيت يبقى فيه طبيخ كل يوم، وفي برضه جبن، وفي عيش، وفي مثلا بيض، وفي دقيق، وفي مش عارف، ده العرف، يبقى معنى خذي بالمعروف يعني ايه؟ يعني حط في بيتك العرف العادي. فهمت بقى؟ لكن لو خدت وجابت ايه؟ عجل ودبحته ومالت الديب فريزر، ده مش بالمعروف لان الناس ما بيجيبوش عجل ويذبحوه الا لما يبقى في المواسم. ما بيعملوش كده كالعاده، يبقى ده مش بالمعروف. يبقى المعروف يعني المعروف عرفا. فهمت ازاي؟ على حسب العرف العام. اللي يحدده العرف يختلف باختلاف طبائع الناس ومستوى المعيشي ومستوى البلاد وطبائع البلاد، ودي بلاد بتاكل كذا ودي بلاد بتاكل كذا ودي بتاكل وهكذا. يبقى مختلف. وعلى شكل الامام الشافعي قال ايه؟ العاده محكمه، من ضمن اصول مذهبه العاده محكمه، يعني نحكم العاده في مثل هذا العرف. نسال كل بلد عادتكم ايه؟ بتاكلوا ازاي؟ ايه المصاريف اللي بتصرفوها في الاكل لما تبقى اسره مكونه من خمس افراد وياخد المتوسط؟ فهمت ازاي؟ اسمها العاده محكمه. ويؤخذ منه انها هي القائمه بحقوقهم على الارض، لقولها لا يعطيني تعني حقا، وهي كمان اللي بتطالب بحق اولادها من ابوهم كمان، هي القائمه، لان هي بتقول ما بيدينيش حق اولادي، يعني معناها ان المراه واجب عليها انها تطالب بحق اولادها من الزوج، وان هي تاخذ هذا الحق وتحسن التصرف. ويؤخذ منه دليل على ان الفتوى خلاف الحكم، لان الحكم حكم قاضي الزامي، لكن النبي هنا قال لها فتوى ما لهاش حكم. النبي قال لها فتوى ما لهاش حكم. الحكم ايه؟ حكم القاضي، حكم الزامي، والقاضي لا يحكم الزاميا الا اذا سمع الطرفين. لكن هنا ما جابش ابو سفيان لم يطلبه ويستجوبه. عارف لو طلبه واستجوبه بقت حكم قاضي. لكن ده ما طلبش ابو سفيان. ده سمع منها واداها الحكم، يبقى الحكم ده اسمه فتوى وليس حكم قضاء. فهمت ازاي؟ طالما سمع من طرف واحد يبقى اسمه فتوى وليس حكم قضاء. ويؤخذ منه دليل على ان الفتوى خلاف الحكم، لان الحكم لا يكون الا بعد اعتراف او ثبوت بشهاده، ويؤخذ ذلك من انه لما قالت له عليه السلام هل علي جناح تعني في الشرع، فجاوب عليه السلام بأن لا جناح علي، ولو طلبت منه الحكم لم يحكم إلا بعد حضور أبي سفيان ويسمح حجته، وحينئذ كان يقضي بحسب ما يسمع منهما، فإنه عليه السلام قال إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأحكم له بحسب ما أسمع معناه، فأوقع الحكم على ما يظهر من قول الخصمين. وفيه دليل أيضا على جواز خروج النساء لطلب حقوقهن، لأن خرجت أهو وراحت تطلب حقها إيه من زوجها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن معهن من يقوم عنهن، يؤخذ ذلك من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يعنفها ولا أنكر عليها. وقولها رجل شحيح، ظاهر اللفظ يعطي جواز الغيبة عند الحاكم من أجل الضرورة، ولقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
في بعض الناس اللي قال يقول لك الآية دي من ظلم، يعني المظلوم له أن إيه يقول قبيح القول. لا غلط، يعني معناه المظلوم له أن يذهب للقاضي ويقول القول إيه الذي يدل على أنه مظلوم، يقول فلان سرقني يا سعادة القاضي، فلان حرامي يا سعادة القاضي، لكن ما يروحش يقول فلان ابن مش عارف إيه وابن إيه وابن إيه ويقول الكلام اللي بيتقال على هواه، يقول لك أصل أنا مظلوم وربنا يقول إلا من ظلم، لأن ربنا لا يحب الفحش من القول. فهمت إزاي؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، والنبي لم يكن فاحش ولا بذيء. فهمت إزاي؟ يبقى لا يجهر الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خد بال، السوء هنا مش غير الفحش، السوء يعني ما يسيء الإنسان. أنت يسيئك إن واحد يشتكي بحقك إن ذمتك واسعة، وإنك أنت مثلا بتاكل أموال الناس بالباطل، بيسيئك هذا حتى لو كنت بتعمل كده، مش كده برضه؟ فالمظلوم هيروح للقاضي يقول الحاجات اللي انت تكره انك انت تسمعها والناس تعرفها عنك. يبقى ده السوء، مش السوء بالقول، هم يفهموه الفحش من القول، زي ما كانوا بيعملوا كده ويقول لك النبي سب والصحابه سبوا يبقى احنا نسب. اظن انتوا عارفين الفتاوى الغريبه اللي قالوها، ويجيب لك الايات القرانيه على غير معناها. فاياك اياك بالجهل، لان الله لا يحب الفحشاء، والنبي لم يكن فحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. فلأجل ظلمه يجوز له قول السوء. هي علشان مظلومة وجوزها ما بيصرفش عليها، وجيزة لأن تقول إيه زوجي رجل شحيح، ما قالتش بقى شحيح ونتن وماسك ويعض على الدنيا وقلبه ميت وقاسي، ما عادش قال خلاص كلمة واحدة خلاص. فهمت إزاي؟ ما بفتحتش بقى وقعدت إيه تردح ويقول إن الردح جائز. لا، الردح غيره جائز. يعني إيه الردح؟ الردح بمعنى القدح، بس القدح ايه مع التعديد، واخد بالك؟ وده مصطلح مصري قح، ما يعرفوش الا المصريين، يقول لك تفرش الملايه وتردح، في حته بقى مصريه 100% مش هتفهمها لما تعيش في مصر 50 سنه. فده ما يحبوش ربنا، ما يحبش الاسلوب، لا يحب هذا الاسلوب. فهمت بقى؟ بقدر ايه الشكوى بس، قالت زوجي رجل شحيح خلاص، ده ايه؟ فهمت ازاي؟ فلأجل ظلمه يجوز له قول السوء، وما هي هيبه من اجل انها لم تقصد تنقيصا بصاحبها، وانما هو من ضروره وصف حاله، لكن ليس قوله ان ابا سفيان رجل شحيح من هذا القبيل على فكره. هو كمان بيقول لك الشيخ ابو جمره العلماء اخذوا ان جواز الغيبه من اجل الفتيه والتقاضي، يقول لهم ابدا، ده الحديث ما يتخذش منه كده، ده عاده العرب لما تقول رجل شحيح كانت مزيه وليست قدح، لان العربي كان يشح على اولاده عشان يبقى كريم مع الضيفان، ودي كانت تعتبر ميزه عندهم. يعني كان احيانا يقلل النفقه على بيته علشان لو طب عليه ضيف يعرف يكرمه، فيبقى كلمه رجل شحيح دي تعتبر مدح في عصرهم وليست قدح. فهمت بقى المسألة؟ فيقول لك لازم نعرف كمان طريقة استعمالهم في اللفظ. يعني أنت لما تكون رجل عايش في صحراء، والصحراء دي بينزل عليك ضيفان، والصحراء دي لا فيها كازينوهات ولا لوقنكات ولا مطاعم ولا حاجة، يعني ينزل عليك الضيف ميت من الجوع ولا يوجد عنده بديل إلا إنك تضيفه. لو أنت بقى سخي على أولادك كل يوم قاعد بتنفق، يجي طب عليك الضيف ما تلاقيش عندك حاجة. فما تحديش حق الضيف، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يمسك إيده شوية على أولاده علشان يعمل حق الضيف اللي هو ممكن يطب عليه. يبقى رجل شحيح هنا في زمانهم كانت بتعتبر مزية وليست ايه، خصوصا ان ابو سفيان كان زعيم قوم وكان الغرباء ينزلوا عليه. فهمت ازاي؟ يبقى هو الرجل كان شحيح من اجل انه زعيم في قومه، وكان يعابد العربي انه ينزل عليه ضيف ما يقومش ايه بحق ضيافته، وكان الضيف ينزل مش ياكله وجبه، ده يستضيفه 3 ايام يقعدوا عنده إقامة كاملة كأنه لوكاندا، أكل وشرب وإقامة ونوم، واخد بالك؟ 3 أيام. فهمت إزاي؟ فبتحتاج مصاريف. علشان كده يمكن قول رجل شحيح تقصد إن هو بيشح على أولاده من أجل زعامته وقيامه بحق الضيفان. يبقى هي في ظاهرها القول ده بطريقة هذا الاستعمال لا يكون غيبة. لا يكون غيبة بل يكون مدح. فهمت بقى إزاي؟ فعشان كده بيقول لك الشيخ ابو جبر خد بالك من الحته دي.
ليس قوله أن أبا سفيان رجل شحيح من هذا القبيل، ولكن هو من باب المدح بحسب عادة العرب، لأن الذي يشح عندهم على عياله إنما هو من أجل اعتناء بالأضياف والخصب عليهم، فيلحق الضرر من أجل ذلك للعيال. وانت عارف قصة الأنصاري اللي أولاده كانوا جعانين، وبعدين جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في مجاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يستضيف هذا الضيف هذه الليلة؟ عارفين القصة، والراجل كان عنده يدوب طعام على قد أولاده بس، فقدموا للضيف وقال لزوجته ايه نيم العيال وأطفئ المصباح لحد ما يأكل، ونزلت الآية فيه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى إذا كانت عادة العرب كانت كده، إنه ساعات يؤثر ضيفه على نفسه وعلى عياله، فهمت إزاي؟ يبقى كلمة رجل شحنة لا تقصد بها الذم، هو عايز يقول لك كده لا تقصد بها الذم. فهي لفظة باطنها خلاف ظاهرها، كما ينقل عن العرب في بعض الألفاظ التي يدعون بها، مثل قولهم ضرب الله عنقه وقاتله الله، ولا يريد به ظاهر اللفظ. عارف ساعات يقول قاتله الله ويقصد نصره الله، فهمت ازاي؟ زي ايه تربت يداك يعني افقرك الله يعني اغناك الله، زي تكلتك امك يا معاذ يعني ابقاك الله لامك، مش ان شاء الله امك تموتك. يعني العرب ليهم كلام يستعملوه يقصدوا عكس معناه، زي المصريين لما يشوف واحد مثلا بيعمل حاجه فعمل حاجه حلوه قوي يقوم يقول له يخرب بيتك، عرفتها ازاي؟ يعني كانه هو يقصد خرب بيته ولا يقصد الاعجاب يعني يعمر بيته، بالرغم ان هو قال يخرب بيتك بس يقصد ايه؟ يا عم البيت دول حرام، فهمت ازاي؟ يبقى فهمت المساله يعني ايه، يعني بتاعك واللي مش هيعرف المعنى ده الا اذا كان عربي اصيل، لان العرب ليهم يعني في استعمالات اللغه كلام في ظاهره يعني معناه خلاف ظاهره، واخد بالك؟ زي مثلا ايه نقول حتى بالانجليزي هارد لك، يعني ايه؟ يعني جود لك ان شاء الله، ويا هارد لك يعني حظ سيء، فهمت ازاي؟ وانت تقصد انك انت تمنيه بحظ جيد. كتير من الاستعمالات دي كتير. فبتقول لك برضو رجل شحيح في ظاهرها مدح ذم وفي باطنها ايه؟ مدح. ويترتب على هذا من الفقه الا يذم الا يذم احد احدا على قول وفعل حتى يعلم ما عرف ما عرف اهل وقته كذلك، ومثل ذلك في الشكر ايضا. يعني عليك انك انت عشان تفهم حديث النبي تعرف استخدام الصحابة للغة في هذا العصر، طريقة استخدامهم للغة، وإلا هتسيء الفهم، فهم؟ وفيه دليل على أن الكنى المعروفة شرعا والعادة عند العربية بأسماء البنين، يعني ما تكني أبو فلان وأم فلانة والراجل ده ليه أبناء ذكور وبنات، الكنية تبقى باسم الايه؟ الذكور أحسن، واخد بالك؟ عادة العربية حتى لو كان ناب اسم بنت يقوم يخليها ذكر. ستنا حفصة بنت سيدنا عمر كانت بنته كبيرة، فكان يقول سيدنا عمر ايه؟ أبا حفص، مش أبو حفصة، يقولوا أبا حفص، يقوم يخليها صيغة ذكر، فهمت ازاي؟ عادة العرب كده يحب يكني بالذكر، فهمت ازاي؟ سواء للأم أو للأب، الكنية يعني اللي هي أم فلان أو أبو فلان، دي اسمها الكنية. عشان كده قال لك ايه هن ام معاويه، ادي الكنيه في الروايه، وايه وقالت ان ابا سفيان كنته بابنه سفيان، فهمت؟ هي باسماء البنين، ويؤخذ ذلك من قولها ابي سفيان وكنته بابنه، وكذلك قول روايه الحديث او راويه الحديث كنت المراه باسم ابنها، قالت ام ايه معاويه. وما عدا هذا فهي بدع، لا سيما إن كانت بلفظ التزكية، وهو بيعيب بقى لفظ التزكية بالأسماء عموما، فقول أهل مصر وأنظارها وأنظارها من البلاد يعني جمال الدين وبهاء الدين، واخد بالك؟ ونور الدين، كل الحاجات دي يعتبرها بدعة لأنها فيها تزكية للنفس، والنبي ما كانش يحب حد يزكي نفسه. لكن على فكره الناس مش بيستعملوها على سبيل التزكيه، خد بالك، احنا برضو كلام سيدنا ابو جمره بقول استعمال الناس غير معنى الاسم. معنى الاسم فيه تزكيه، واستعمال الناس لا يقصدون التزكيه بل يقصدون ايه؟ الفأل الحسن. والنبي كان يحب الفأل الحسن. يعني ممكن نرد عليه نقول له كده برضو ان اهل مصر مش هو بيعيب على اهل مصر؟ نقول له اهل مصر بيحبوا الفأل الحسن.
في اما يخلف عيل يسميه نور الدين عشان عنده فقل كده ان الواد ده ينور الدين، فهمت ازاي؟ او شهاب الدين او بهاء الدين واخد بقى، او كمال الدين واخد بقى، عنده فقل حسن انه يخليه بهذا المعنى، يبقى من باب الفعل الحسن وليس من باب التزكية. هو لما حملوا على باب التزكية فهم المصريين بيستعملوه على هذا الباب ويبقى كده مكروه. لا، المصريين ما يستعملوش على هذا الباب. يا سيدي أبو جمرة، أنت جاي من المغرب وعشت في مصر ومش عارف طبيعة أهل مصر. هو جاي لنا من الأندلس وعاش في مصر، فظن إن أهل مصر ما بيقولوا سموا أولادهم كده إن بيعملوا هذا من باب التزكية، لأنه ما يعرفش طبيعة المصريين. طبيعة المصريين ما بيزكوش، ده بيقولوا بالفعل الحسن. فهمت ازاي؟ يبقى الحكم ده قابل للمناقشه معه. فهمت بقى ازاي؟ لانه برضه ما عرفش طبيعه اهل البلد استعملوا الكلام بتاعهم ازاي. المهم يعني خلينا معاه. لكن على اي حال، لو واحد قصد بان يسمي نفسه، ان يزكي نفسه من خلال الاسم، يبقى برضه مكروه شرعا. لان ربنا بيقول لا تزكوا انفسكم. وحديث مسلم لما تزوج صلى الله عليه وسلم جويرية قال لها ما اسمك؟ قالت برة. فقال لا تزكوا أنفسكم، سموها جويرية وهي برة حقيقة، لأنه لا تختار أن تكون زوجا له إلا وهي برة حقيقة. لكنها عن ذلك وقابل عليه السلام فعلهم بالطفل وهو صغر اسمها فقال جويرية، فما بالك بغيرها؟ فمن حيث رفع من فمن رفع اسمه لفظا فقد صغر نفسه شرعا. شيل حيث دي، لان هي يعني تعب الجمله شويه. فمن رفع اسمه لفظا فقد صغر نفسه شرعا. كويس. فالحكم بمقتضى الشرع لا بالوضع. وفيما ذكرناه حجه للقوم في قولهم من راى لنفسه حق رفعه على خلق حق رفعه على خلق من خلق الله ولو على حتى الكلاب فهو معلول. فيا شافي العلل اشف علة قد أفضت بي إلى العطب. إيه هي العلة اللي أفضت بي إلى العطب؟ إني أرى لنفسي حقا على غيري ومزية على غيري، بل المزايا التي فيك هي من الله لا منك، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا تتكبر على خلق الله بمزايا أعطاك إياها. فهمت إزاي؟ فيا شافي العلل اشف علة قد أفضت بي إلى العطب، هانت عليهم أنفسهم فارتفعوا وعظمت نفوس غيرهم فبها دلوا وخسروا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، وغدا حديث النهي عن التصوير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.